سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية. قصة سيدنا نوح عليه السلام. الجزء الأول. أنت صفية؟ معقول؟ هذا صدفة. يا حزات والله. يا سلام، صدفة عجيبة. انتوا كمان مسافرين معايا الليلة في القطر ده؟ كيف حالك يا خالتي صفية؟ الحمد لله، ان شاء الله انتوا كويسين. كيف حالكم؟ الحمد لله كله تمام. طيب يا جماعة، يلا كم نخد عفشنا ونقعد سوا في عربية واحدة. ايوه كتر خيركم يا أولادي. شكرا. يلا يلا رحمة لكم. انت ماشية وين يا خالتي صفية؟ انا ماشية نيالة ازور اخوي، لاني طولت ما شفته. ونحن كمان ماشيين هناك لعريس واحد صاحبنا. غريبة، دايما ركوب القطر ممل، عشان كده عايزينك يا خالتي صفية تحكي لنا قصة من قصصك الجميلة المسلية دي. ايوه لكن ما قصص حلوة. لا لا تحكي لنا يا جماعة. اها يا جماعة، انا اقترح انه خالتي صفية بتحكي لنا قصة النبي نوح عليه السلام. ايوه لانه قبل كده هي حكت لنا قصة سيدنا آدم عليه السلام. فعلاً كانت حاجة ممتعة. الحكي بتاعها كان بالجد ممتع. لا هو أصبر. أيوة أسمعوا، عندي اقتراح كويس. أهو ده اللي انتوا قلتوه، ونحن عايزين نشوف كان حصل شنو في الفيضان. الفيضان صحيح. أنا ما عندي مانع يا أولادي. النبي نوح عليه السلام هو ابن لامك من ذرية شيس، وشيس هو واحد من أولاد سيدنا آدم. لامك ولد ولد نوح ده لما كان عمره 182 سنة. أيوة، وسماه نوح لأنه قال ده حيريحنا من التعب والشق اللي شفناه في الأرض، اللعنة الله بسبب معصية أبونا آدم. طيب في حاجة غريبة، كيف لامك ولد ولد نوح بعد العمر الكبير ده؟ أيوة 182 سنة. حاجة غريبة. خلوني أقول لكم الحاصل شنو. الناس في الزمن ده كانت أعمارهم كبيرة جدا، مش زينا حسي. يعني مثلا سيدنا آدم عليه السلام لما مات كان عمره 930 سنة. فعلا حاجة عجيبة. كويس. اها طيب يا خالتي صفية، لامك ده عاش بعد ولادة نوح 595 سنة. أيوة، ولد فيها أولاد تانيين وبنات، ولما مات كان عمره 777 سنة. بعد ما سيدنا نوح عمره تعدى 500 سنة كان عنده 3 أولاد، هما سام وحام ويافس. يا جماعة، في الزمن داك الناس ولدوا أولاد وبنات وعمروا الأرض، لكن الحكام اللي تسلطوا عليهم شافوا بنات الناس دي الجميلات جدا، عشان كده تزوجوهم برغبة وبالقوة وولدوا منهم أولاد. والأولاد دي لأنهم كانوا محاربين جسورين بيجوا مشهورين في التاريخ. والله سبحانه وتعالى ما كان راضي عن فساد الحكام ديل، عشان كده قال إنه روح النفخته في الناس ما حدهم للأبد لأنهم فانيين، وبعد 120 سنة من حسي أنا ححلكم. ولأنه الله شاف إنه الشر بتاع كل الناس زاد جدا في الأرض، وإنه تصرفات ونية كل واحد منهم بقت دائما وأبدا سيئة، الله غضب على الإنسان لأنه خلقه وأوجده على الأرض، وبعد ده كله الإنسان بقى عاصي وشرير. عشان كده وبالرغم من أنه الله ما بيسعد أبداً بهلاك مخلوقاته، إلا أنه قرر يمحي الإنسان من على وجه الأرض. أيوة، ويمحي كمان معاه الحيوانات والطيور والزواحف والحشرات،
إلا سيدنا نوح عليه السلام لأنه كان راضي عليه. الله سبحانه وتعالى رضى على سيدنا نوح لأنه كان الوحيد في زمنه الصالح وعلاقته طيبة معه، عكس باقي الناس اللي تملت الدنيا بفساد ومشرهم. يابا يابا، ده شنو ده؟ انت عاوز تعمل شنو؟ يا سام يا ولدي، انا عايز اعمل لي سفينة كبيرة. سفينة؟ وكبيرة؟ ليه يا ابوي؟ لانه الله سبحانه وتعالى امرني انه اعمل السفينة دي. وقال لي ادخل فيها انت وزوجتك واولادك وزوجاتهم عشان تنجو. لاني انا قررت اغرق الارض كلها بالفيضان واهلك كل المخلوقات من الوجود وانظف الارض، لانه الشر بتاع الناس كتير وزاد. والسفينه دي حتعملها كيف؟ حتكون قدر شنو؟ الله قال لي السفينه اعملها من الخشب القوي، واعمل جواها غرف، وقفل الفتحات اللي بين الخشب بالزفت من برا ومن جوا عشان المويه ما تدخل فيها وتغرقها، وخلي طول السفينة يكون 135 متر، 135 وعرضها 22 متر، وارتفاعها 13 متر. وعمل فيها شباك داير ما يدور تحت السقف بنص متر، وكمان أعمل لها باب بالجنب، وخليها تكون كبيرة ومكونة من 3 أدوار. دي سفينة شنو دي؟ وليه كبيرة كده وبثلاثة أدوار؟ لازم تكون بثلاثة أدوار، لأني هأخذ معاي فيوز ذكر وإنتاية من كل الحيوانات والطيور والزواحف والحشرات، وأشيل معاي طعام وأخزنه لينا وللحيوانات اللي حتكون معانا كمان. وسيدنا نوح عليه السلام أطاع ونفذ بالكامل ما أمره الله سبحانه وتعالى به. وقبل أسبوع من الفيضان الله خاطب سيدنا نوح مرة تانية وقال له: يا نوح، أدخل السفينة أنت وأهلك عشان أنت إنسان صالح في جيلك، وأخذ معاك من كل فصيلة من الحيوانات البجوس تقديم للضبايح، ومن كل نوع من الطيور 7 ديكور و7 أناتي. أما الحيوانات اللي ما بيجوز تقديم للضبايح، أخذ من كل فصيلة منها جوز واحد ذكر وإنتاية عشان ما تنقرض، لأني بعد 7 أيام حنزل مطر على الأرض وحتستمر لمدة 40 يوم متواصلة ليل ونهار. أيوة، وحمحي بيها كل المخلوقات الحية من على وجه الأرض. طيب يا أولادي، ده كان الجزء الأول من قصة سيدنا نوح عليه السلام. أنا حقيف هنا عشان أخذ نفسي شوية ونأخذ لنا استراحة كمان. لا معليش، المهم بإذن الله حكمل لكم باقي القصة إن شاء الله. إن شاء الله. تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.